منها هو خلي بقى سهولة الحصول على تفاصيل وتقارير، يعني في الإضافة إن أنا أتحكم في السايكلز بتاعت الإشارات، أطلع منها تقارير عن الأحجام المرورية لأغراض التخطيط المروري وتخطيطه. عندي هنا المحاور بتاعت وسط البلد كلها. دي كاميرا فيري هاي ريزوليوشن 16 ميجا بكسل وسرعة فارغة جدا حوالي 50 صورة في الثانية. دي 50 صورة عشان تقدر تتواصل مع صورة عربية، أقدر أربط النملة وأقدر أطبقها بالشات بالقارة البيانات وأطلع بالنملة. بالنسبة للناس الساعة كذا إلى أي عربية نقلها تبقى؟ أقدر أطلع بالنملة. الإشارات الفنية بتبقى أخضر والأحمر أقدر في أي لحظة عند الحاجة أثناء الطوارئ أو أثناء مثلا تأمين مركب أو كده إن أنا أغير حق الإشارات بحيث أفتح المحور لإسعاف دي أي بي. الخط اللي عندها خلاص، يعني العربية الحمراء دي هتروح تتخلص خلاص وتسجل دي تسجل وبعدين بنتصور فن قبل ما يخش، يا ريت نعمل نوع من الاعلام الموضوع خالص، لازم الناس تعرف الموضوع بقى دخل فيه برضه. احنا كمان هنعمل المنصوره مع شركه مع شركه تحكيم بحيث اول ما يجي الاشاره يجيبوا يعملوا مفاجاه في المسج ان هو عمل نفس التقارير. هي كده الوضع اللي الطبيعي كان معاه.